الحمد لله يعني احنا نزحنا موجودين من صلاح الدين، انا واولادي، اولادي كانوا بالسكري، نزحنا كلاتنا على الريف الغربي والحمد لله لقينا والله يعني هون استقبال منيح، و بالمدرسة اللي لجأنا إلى، ويعني في تدفئة وفي إغاثة، في يعني الحمد لله ما عم بأسروا معنا، بس بدنا يعني ما نحن يعني ما طلع إني بعدتنا يعني منا سكن، منا مساعدة مادية، لأني نحن مجلحين من كل شيء، يعني منا مساعدة مادية مثلا نستأجر بيوت، يعني بدنا نضل بس نحن هيك مشردين بالمدارس، بس هلا نحن كوضع مؤقت هلا الشتاء قبلانين الوضع، بس بقى بعدين ما خرج يعني ما هيك نقعد بهيك اماكن، الا بدنا بيت، بدنا يعني كلاتنا عنا اولاد صغار، اولادنا صغار يعني نحطهم مدارس كمان، يعني راح عليهم 5-6 اشهر، احنا راح عليهم هذا عام دراسي راح، يعني بلكي بنلحقهم الفصل الثاني متلافى هالتقصير اللي راح عليهم ان شاء الله. في عندكم مشاكل ثانيه من تدفئه، من طعام، من لا والله من ناحيه الطعام والتدفئه ما بأسروا معنا الله يجزيهم، من الناحيه الطبيه، والناحيه الطبيه في كمان خدمه منيحه، يعني في دكتور عم بيجي على المدرسه محل ما نحن هلا قاعدين، والحمد لله رب العالمين، يعني عبي كمان يعني عم يساعدونا ما بأسروا معنا. منذ اللحظات الأولى لعملية لقرار إخلاء أهلنا المهجرين قصرا من مدينة حلب إلى الريف الغربي وريف إدلب الشمالي، استنفرت الجهود في كافة المناطق ريف حلب الغربي وريف إدلب الشمالي، من أهالي، من منظمات، من جهات داعمة، من مجالس محلية، صار استنفار كامل ب 24 ساعة اليوم لاستقبال أهلنا وتقديم كل ما يمكن تقديمه لاستقبال أهلنا الوافدين، وكان فخر لنا وشرف لنا أنه نحن نكون إحدى الجهات الفاعلة في خدمة أهلنا المهجرين قصرا من مدينة حلب. ما حجم النزوح للريف الغربي؟ المشكلة أنه حجم النزوح ريف حلب الغربي وريف إدلب الشمالي بالذات، المنطقة هي الجغرافية هي المترابطة مع بعضها، صار حجم النزوح فيها بشكل هائل جدا، نزوح ريف دمشق، نزوح المناطق المهجرة، كل المناطق اللي هجرت قصرا في سوريا، المناطق المحررة هجرت قصرا إلى ريف حلب الغربي وريف إدلب الشمالي فكان هون في اكتظاظ سكاني وارتفاع سكاني هائل في المناطق هاي. ما هي طبيعة الخدمات التي تقدموها للنازحين في ريف حلب الغربي؟ هلا كل ما يمكن تقديمه، مراكز إيواء، مراكز إيواء، مساكن، فرش، لبس، مرافق صحية مع سيارات إسعاف، مع أدوية صحية، أدوية للمصابين والمرضى، وجبات طبخ، يعني نحن عندنا مطبخ من اول يوم عمليه اخلاء لحد الان مستمر، يعني اكثر من 25 يوم وزلنا مستمرين ان شاء الله والحمد لله مستمرين لقدام. لبس، وزع لبس، وزعنا كذا عده مرات لبس، وزعنا لكن بكميات قليله نوعا ما ونسبه قليله ضعيفه شوي، انه صوبات مع مواد دفء وقود. هذه المساعدات تكفي النازحون في هذه المناطق؟ للاسف لا، للاسف هو في نقطة سلبية شوي نوعا ما، المنظمات ما في كتير تنسيق، وصار في غرف تنسيق وحاولنا كتير التنسيق، لكن سبحان الله يعني موضوع الحجم اللي صار بإخلاء مدينة حلب صار كارثي، يعني طبيعة التنسيق كان لازم تكون أو يكون تنسيق مسبق، لكن صار عملية القرار وعملية الإخلاء مفاجئ، فصار يعني في نوع من ضعف التنسيق، ما صار هالتنسيق الكامل. حاولنا قدر الإمكان التنسيق بهالموضوع هذا وتغطية كافة النازحين من كافة مختلف المواد اللي بيحتاجوها، لكن سبحان الله على الضعف اللي موجود حاليا، موضوع الحصر، موضوع السجاد، موضوع مواد العزل، موضوع التدفئة، خاصة نحن بوضع الشتاء ومثل ما بسموها بالمربعينية باللغة المحلية، ففي ضعف كتير بهالمادة هاي. موضوع الدفع، كيف السبيل لتلافي هذا الضعف؟ السبيل كاتف الجهود، يعني اليوم انا عندي صوبه بالبيت وعندي صوبه يدك ماني محتاجه، ممكن اقدمها انا كمواطن عادي، كمنظمات او كمجالس فرضا او جمعيات ممكن التنسيق مع بعضنا، كل 3-4 عوائل ساكنين بشقه واحده نعطيهم صوبه بحيث نقدر نغطي اكبر عدد من العوائل،
نستنى الدعم الخارجي ممكن يفيدنا كثير، لكن اذا ما نستنى ممكن تخلص شتويه وما يجينا، فنحن راح نتكاتف مع بعضنا كلنا نشيلها. احنا وين نروح؟ عندنا 6 اولاد انا وهي اختي هي ارمله وهي بنت عمي، طب وين نروح؟ وين نروح؟ قل لي بأي محل وين؟ لا معنا فرنك، لا معنا ليره، لا معنا شيء طاول. وهي الاطفال طلع عليها لا عندنا لباس، لا عندنا شيء طاول. والله ما طلعوا لي شيء طاول يعني. يعني وين نروح؟ نحن بنناشد الله وبنناشد كل واحد شريف يشعر بوضعنا هون. هي المدرسة الغربية تبعت الأيتام، نحن وين نروح؟ نناشد الله وكل شيء واحد شريف هالبلد يساعدنا. طلع كل يومين ثلاثة يكبونا برا. كل يومين ثلاثة بالحي وين نروح؟ طلع هي ولادي ستة نحن وين نروح؟ طلع ضبضبوا كبونا برا، ضبضبوا تعالوا لهون، ضبضبوا وين نروح؟ هي أختي هون أرملة، لعلها ما أخذت شيء وين تروح؟ وابني استشهد وابني استشهد معطوب وما حدا أعطانا شيء طويل. والله والله من وين؟ من وين أنتوا؟ من باب النيرة أخوي، من باب النيرة من المرجع. وهذا الحكي والله العظيم فرق ما أنا أجدك بالله توصل لكل العالم. بدهم 500 مشان المباريات، خذوا من عندي 500 وفرق ما عندي، وابني زاد مصوب كأجرة، الدود عم يطلع من أجرة. كيف وضعكم بريف حلب الغربي؟ شو بحاجة انتو؟ شو نحن بحاجة لبيوت؟ وين نروح؟ نحن بحاجة لبيوت، أهم شيء. رح نحكي عنها عند 2 عجاز مرضون يعني حكي والسلام عليك خلاص ما حكي كوي يعني ما بحسن شيتي لا بحسن بروح بدي مظبوط كل يومين ثلاثة يغيرون محل. أنت من وين وكيف نزحتي؟ من حلب، نزحت على ريف حلب. إيه بس هون الأوضاع أحسن من هيك يعني. إيه شندلنا يعني ما بدنا نحن كنهار المكان نشندل من هون لهنيك، ونحن ما عندنا إمكانية نطلع على بيت يعني. ما خارج، ما في مصاري. إجباري يعني بركي. ما في منظمات عم تقدم لكم خدمات؟ عم يعطونا بس إيجار بيت ما خارج. نطلع ونحط إيجار بيوت، ما عندي أنا، عندي هذا الصقر، ما في عندي غير هالشاب هذا بيشتغل وهالصغير هذا، ما عندي جوز، أنا جوزي ما بعرف عنه شيء من أول أحداث لهلأ. لينك الله. يا ربع بيت تفضلوا. أوضاع النازحون في ريف حلب الغربي. السلام عليكم، يعطيكم العافية. كيف حجي؟ كيف وضعكم بريف حلب؟ والله الحمد لله رب العالمين كويسين، بس عطولي ده طالعونا ده على الخيام. أنا زلمي مسؤول يجي ياخذنا على الخيام، مرتي مرضانة حرمتي. ما بتقدر تمشي ولا مترين تتفشل بالطب. وده طالعونا يشوفونا وعندنا 15 ولد، بلد إذا طلعت لهنيك برد ومطر وهذا إهدي طالعوني، إذا يطلعوا لبرا ما بيقدروا. طيب كيف المنظمات هون عم يعني تدعمكم بشيء؟ في تدفئة؟ كويسين الحمد لله كل شيء تمام، بس إذا نرونا هنيك نحن عم نقول، أنا إذا نرونا برا بهالله بسندوني هون بسندوني، هنيك مين بده يسندني؟ نطلع ونجيب زين ومطر وهواء وبرد، حرمتي مترين ما بتقدر تمشي، إذا نطلع لبرا شلون نطلع؟ ولد مصاري معونة كويسة، بس ماديا يعني شو بقول لكم خبر اني عندي الجينة من حلب، حسيت 7 أشهر الحين صار الحالة منتوفة بتعرفوها، والحمد لله رب العالمين مستورين، والجماعة هون من ناحية أكل شرب تدفئة كويسين، وبيركين تحت سقف تحت حماية الله، بس مرونا هنيك والله ما نتبهدل بهدل. احكي أنا؟ احكوا مين ما بدي. اي والله العظيم يعني اذا نروح لهنيك على المخيمات يعني هون متدمرين بالولاد، اذا نروح لهنيك اذا ولد يموت ما في هنيك من اسعفه يعني. هون الحمد لله ان في مشافي، بس هنيك ما في شيء طاول. عندنا 15 ولد واكبر ولد عمره 10 سنين يعني. يعني اذا رحنا لهنيك والله لنتبهدل فوق الدمار اللي دمرناه بحلب ليكمل علينا هون. ونحن يعني منوجه نداءنا لكل الاسلام لكل العالم انه لا يخذلونا فوق ما خذلنا نحن، والله يجزيكم كل خير.